أحبتي الطلبة، أهلا وسهلا بكم في سلسلة تعليمية من دروس لغتنا الجميلة للصف الثالث الأساسي مع مهارة الاستماع لنص حكاية صقر. أحبائي الطلبة، يتوقع منكم بعد الانتهاء من هذا الدرس أن تكونوا قادرين على الاستماع للنص بانتباه وتفاعل. هيا بنا أحبائي نستذكر آداب الاستماع. آداب الاستماع: أولاً، الاستماع إلى النص بانتباه وتفاعل. ثانياً، التزام الهدوء. ثالثاً، عدم المقاطعة. رابعاً، الجلوس جلسة سليمة. هيا بنا نلعب اللعبة الآتية. ننقل الجملة نحو الصورة المناسبة. نشاهد هنا صورة صقر ونشاهد هنا صورة دجاجة. لنقرأ الجمل: العيش في القن، التحليق لارتفاعات عالية، الغذاء الطيور والحشرات، الغذاء الحبوب. الجملة الأولى تناسب أي صورة؟ العيش في القن؟ نعم، تناسب صورة الدجاجة. التحليق لارتفاعات عالية تناسب أي صورة؟ نعم، الصقر. الغذاء الطيور والحشرات تناسب أي صورة؟ نعم، تناسب صورة الصقر. والجملة الأخيرة: الغذاء الحبوب تناسب صورة الدجاجة. أحسنتم أعزائي. هيا بنا أحبائي لنستمع لهذا الصوت. ما الصوت الذي سمعناه قبل قليل؟ حسناً، إنه صوت الدجاج. هيا بنا لنستمع إلى النص. في رحلة كشفية لقمة أحد الجبال، رأى علاء عشاً في أعلى شجرة. تسلق علاء الشجرة فوجد في العش صقراً صغيراً. أخذ الكشاف فرخ الصقر الصغير إلى بيته وأسكنه في قن للدجاج. بدأت الدجاجات تطعمه وتعتني به، وبينما كان الصقر يلعب في ساحة القن، رأى صقوراً تحلق عالياً في السماء، فتمنى أن يحلق مثلها. ضحكت الدجاجات منه وقالت له: نحن دجاج لا نستطيع التحليق. انتفض الصقر وقال: لكن أجدادي الصقور تستطيع الطيران، وحلق عالياً مع الصقور. بعد أن استمعنا إلى النص، أريد أن أطرح عليكم السؤال الآتي: ماذا نسمي الرحلة التي قام بها علاء؟ نسمي الرحلة التي قام بها علاء رحلة كشفية. هيا بنا لنستمع للنص مرة ثانية. في رحلة كشفية لقمة أحد الجبال، رأى علاء عشاً في أعلى شجرة. تسلق علاء الشجرة فوجد في العش صقراً صغيراً. أخذ الكشاف فرخ الصقر الصغير إلى بيته وأسكنه في قن للدجاج. بدأت الدجاجات تطعمه وتعتني به، وبينما كان الصقر يلعب في ساحة القن، رأى صقوراً تحلق عالياً في السماء، فتمنى أن يحلق مثلها. ضحكت الدجاجات منه وقالت له: نحن دجاج لا نستطيع التحليق. انتفض الصقر وقال: لكن أجدادي الصقور تستطيع الطيران، وحلق عالياً مع الصقور. بعد أن استمعنا للنص مرة ثانية، أريد منكم أحبائي أن تجيبوا شفوياً عن هذه الأسئلة. السؤال الأول: ماذا وجد علاء في العش؟ وجد علاء في العش صقراً صغيرة. السؤال الثاني: أين وضع علاء فرخ الصقر؟ وضعه في قن للدجاج. السؤال الثالث: ماذا شاهد الصقر عندما كان يلعب في ساحة القن؟ شاهد صقوراً تحلق عالية. السؤال الرابع: هل استطاع الصقر التحليق عالية؟ لماذا؟ نعم، استطاع الصقر التحليق عالية لأن أجداده الصقور تستطيع الطيران. أحبائي، تناولنا في هذا الدرس أحداث قصة حكاية صقر. أما الآن لننتقل لفقرة أقيم أدائي. أضع إشارة صح تحت الشكل الذي يعبر عن أدائي. أستمع إلى النص بانتباه. أجيب عن أسئلة النص شفوية.
أستنتج الفكرة العامة من النص. المهمة: من خلال الشبكة العنكبوتية نبحث عن الصقور والدجاج ونكتب الفرق بينهما. إلى هنا ينتهي درسنا أحبتي الصغار، أراكم قريبا، مع السلامة.